الدار البيضاء وبالضبط في الطريق كيف كتشاهدوا معنا حادث سير خطير هنايا في هذه المنطقه هذه في الطريق المؤديه الى دار بوعزة دراجه ناريه يعني هما ليها دخلوا في التروطوار يحفظهم الله انت من النقل ديالهم للمستعجلات كيف كتبوا معنا شوفوا معنا الحاله اللي وصلت لها الدراجه الناريه امامنا كانوا حاضرين عناصر الوقايه المدنيه تم نقلهم للمستعجلات هذه هي الدراجه الناريه امامنا كيف كتشاهدوا امامنا في الصوره مشاهدي قناه شوف تاني يعني حادث سير خطير على اثره تم نقل ديالهم للمستعجلات في حاله خطيره يعني شوفوا هاك تسيك يعني كيف كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف دابا هذه الدراجة النارية اللي دارت هذا الحادث سير خطير هنايا في المنطقة ديال طريق دار بوعزة يعني شوفوا معنا الحالة اللي وصلت لها الدراجة النارية يعني حالتها حالة كيف ما كتشوفوا معنا تم نقل هاد جوج اشخاص الى المستعجلات من طرف عناصر الوقايه المدنيه كنتمنوا ان الحاله ديالهم تكون مستقره والله يجيب لهم الشفاء يا ربي فعناصر الامن حتى هما متواجدين هنايا بعين المكان شوف 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 الموتور كيفاش ولا تقسم الموتور تقسم الموتور تقسم يعني هذه دراجة نارية 100% أنها معدلة لأن السرعة باش كانت غادا سرعة فائقة يعني كيف ما كتشوفوا معانا الرويضة تحيدات من بلاصتها والموتور تقسم فكنتمناو ليهم الشفاء يا ربي جوج ديال الشباب دخلوا في نخلة وحالتهم خطيرة تم النقل ديالهم للمستعجلات من طرف عناصر الوقايه المدنيه خويا وغير دابا حنا على المباشر هذه غير دابا حنا على المباشر اخويا حنا في المباشر يعني كيف ما كتشوفوا معنا هذه الدراجه الناريه امامنا يعني مجموعه من الاشخاص كيتوفوا جراء الحوادث الخطيره بسبب السرعه المفرطه يعني جوج دخلوا في نخله تم النقل ديالهم للمستعجلات فكنتمناو لهم الشفاء يا رب خويا ردوهم في حاله خطيره يدوهم في حاله خطيره شوفوا معنا الكونتور طار من بلاصتو شوفوا القيدون كيفاش ولا شوفوا القيدون فين تلاح شوفوا الرويضه يعني كيفاش تحيدات من بلاصتها الرويضة تقسمات دنا كيف ما كتبوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي يعني حداو راسكم في الطريق سوقوا بالمهل مستعملي الدراجات النارية عافاكم حداو راسكم هذا حادث سير خطير هنا في المنطقة اللي دار بوعزة طريق دار بوعزة يعني تم نقل جوج الأشخاص إلى المستعجلات كنتمنى لهم الشفاء يا ربي مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على منطقة في بث مباشر آخر إن شاء الله إلى اللقاء.